أيضا ما زلنا معكم في هذه التغطية على شاشة التلفزيون المصري لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي انطلق في الصباح تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا أستاذ أكرم. ألو أستاذ أكرم، برحب بيك. ويعني منتدى شباب العالم وهذه الفعالية الكبيرة بحضور الكثير والكثير من المسؤولين حول العالم وطاقات فاعلة ممثلة في شباب دول العالم، كيف ترى الفعالية التي انطلقت صباحا وتستمر على مدار 3 أيام؟ لا، هو طبعا الحقيقة الجلسة الأولى كانت ثرية جدا، لأن كان فيها كلمات سواء بالفيديو كونفرنس أو مسجله لامين عام الامم المتحده، لممثلين برؤساء دول افريقيه وامريكيه لاتينيه، والسفير الامريكي شارك في القاهره. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض سياسات مصر في التعامل مع جائحه كورونا، والجلسه نفسها كانت بتحمل انذار للانسانيه وامل جديد. الرئيس قال ان كل دوله كانت بتتعامل حسب امكانياتها، في دول اغلقت، في دول اغلقت مع مؤقتا مع اجراءات، ومصر كان لها سياق مختلف، اغلاق مؤقت مع اجراءات احترازيه مع استمرار العمل. ومن المبادرات الرئاسيه اللي تمت سواء بفيروس سي او مليون صحه، قوت النظام الصحي وخلته صمد في مواجهه الجائحه. ونفس الامر فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي اللي كان مؤلم جدا للشعب المصري، ومع ذلك كان الاقتصاد صمد في مواجهه الجائحه وتاثيراتها. والحقيقه رؤساء العالم واللي شاركوا ابدوا اعجابهم بالمنتدى باعتباره طريق لمشاركه الشباب وتمثيله، وكل الدول بتتحدث عن تجارب بتمثيل الشباب واهميه تمثيل الشباب في انه هو يتولى القياده ويكون قادر على تقديم حلول وابتكارات، وانه ربما يكون الشباب الاقل تاثرا بالجائحه، لكن الحقيقه يحمل امل فيما يتعلق ب الكورونا وفي المواجهه وفي تقديم الحلول المختلفه في القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. نعم، كيف استطاعت مصر من خلال الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب ان تخرج بشباب واعد يكون نموذج للشباب في كافه دول العالم؟ لا، بالتاكيد الحقيقه، يعني احنا عندنا النهارده صف ثاني وصف ثالث من الشباب بيتولوا مناصب نواب محافظين او نواب وزراء او بيشاركوا في اداره، وحتى المنتدى نفسه الحقيقه تنظيمه وتوزيع المهام بشكل علمي وبشكل حديث جدا وباستخدام التقنيات الحديثه. ده برضه تاكيد لنجاح البرنامج التدريب الرئاسي او الاكاديميه الوطنيه للتدريب باعتبارها انه هذا الشباب الواعد استطاع ان هو ينظم هذا المنتدى بكل هذه الاعداد من دول العالم، ويستطيع انه ينظم حضورهم ومساهمتهم ومشاركتهم. كان ظاهر جدا الحقيقه في المنتدى مشاركات من كل دول العالم بتنوع كبير وقدره هائله على التفاعل. ده كله بيشير الى نجاح هذه السياقات فيما يتعلق بتمكين الشباب و التحرك تجاه ان يتولى القياده والمسؤوليه. نعم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يثق بالشباب المصري، وهو من فتح الباب بشكل كبير لان يتولوا الكثير من المناصب وان يمثلوا داخل مجلس النواب ويكونوا ممثلين للشعب المصري، وايضا نواب للمحافظين والكثير من الاماكن الفاعله والمؤهلين فيها أن يكونوا قادة فيما هو قادم. لكن أيضا عندما نتحدث عن تمكين الشباب نتحدث عن إمكانية إيجاد فرص العمل، إمكانية إيجاد رؤوس الأموال البسيطة التي يستطيع منها الشباب المصري العيش، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة المتوسطة متناهية الصغر، كيف نستطيع من خلالها أن نقود الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر من خلال هذه الفئة الشباب والمرأة تحديدا في داخل مصر؟ يعني تأكيد تمكين الشباب نجح في هذا الأمر سواء في المؤسسات التشريعية
او رياده الاعمال والمؤسسات المختلفه، تكافؤ الفرص وتمكين الشباب اللي هو موهوب وقادر على انه يدير الاعمال ويدير المؤسسات التشريعيه ويشارك فيها بشكل كبير. اعتقد كل الشباب فرق، سواء تمكين الشباب او المراه او الفئات المختلفه يعني. نعم، ومن ثم يصبح الاقتصاد المصري اقتصادا قويا بكافة جنباته وعناصر المجتمع المتشاركة فيه. بالضبط، وده نجح بشكل كبير في انه يتولوا الشباب. نعم، الفن والثقافة، ما الدور المنوط بهم في مثل تحديات يمر بها العالم؟ الفن والثقافة هي القوة الناعمة، طبيعي انها لازم تكون موجودة وتكون قادرة على التفاعل مع ما يجري بشكل كبير، لانها هي اللي بتمثل الوعي. القدرة على صناعة الوعي وصياغته هي القدرة على حماية هذه المكتسبات بطريقة أو بأخرى، والتواصل مع المجتمع في توصيلها، أو كمان الترفيه أو الفن أو الثقافة أو الرواية أو الأدب، كل دي عناصر مهمة جدا فيما يتعلق بالوعي والثقافات المختلفة. نعم، أستاذ أكرم، يعني أيضا دور الإعلام وقضية الوعي وكيفية الارتقاء بالوعي في الداخل المصري أو حتى في شعوب العالم، حتى تستطيع أن تجهد أي محاولات للنيل من مقدراتها. طبعا، يعني بالتأكيد ده في سياق مختلف وسياق مهم جدا في تأكيد هذا الأمر، باعتبار انه تولي القياده وتولي الاعمال بشكل كبير بيؤدي الى تمكين قدره الدوله اكثر على انها تتفاعل في نشر الوعي. الاعلام ليه دور مهم جدا لانه هو الوسيط بين الجمهور وبين سواء المسؤولين في المؤسسات التشريعيه او الدوله بشكل كبير. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ اكرم القصاصه، رئيس تحرير اليوم السابع.